الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. اللهم إنا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم يا رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل يا فاطر السماوات والأرض يا عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت تباركت ربنا وتعاليت لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول ولك الحمد كالذي تقول. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا. واجعل اللهم الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا إلهنا ويا مولانا ويا سيدنا يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا من تسمع كلامنا وترى مكاننا وتعلم سرنا وجهرنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وإخواننا وذرياتنا من النار. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار. اللهم كما جمعتنا في حرمك المبارك فاجمعنا في دار كرامتك وأنت راض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجمعنا في دار كرامتك من غير حساب ولا عذاب إخوانا على سوء
حضور متقابلين مع آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك برحمتك وفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم من كان منهم ميتا فأنزل على قبره شهاديب الرحمات. اللهم افتح له في قبره مد بصره. اللهم آلس وحشته يا أرحم الراحمين. ومن كان منهم حيا فأطل في عمره وأحسن في عمله واختم لنا وله بقاتلة الإحسان. اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في سوريا وفي فلسطين وفي بورما. اللهم فرج همهم. اللهم نفس كربهم. اللهم وحد صفهم. اللهم اجمع كلمتهم. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما وفق إمامنا بتوفيقك وأيده بتأييدك. اللهم هيئ له البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم وفقه ونائبه وإخوانه لما فيه خير للبلاد والعباد. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه. اللهم اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته واستهداك فهديته واستنصرك فنصرته وتوكل عليك فكفيته. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى